خرج مئات المتظاهرين الماليين في العاصمة باماكو دعما للمجلس العسكري والتعاون العسكري مع روسيا رغم التنديد الغربي، واستنكر المشاركون في الوقفة التي شهدتها ساحة الاستقلال العقوبات المفروضة على بلدهم من قبل المجموعات الاقتصادية لدول غرب افريقيا إكواس، فضلا عن وجود آلاف من قوات حفظ السلام من بعثة الأمم المتحدة على أراضي مالي المرتقب تجديد ولايتها الشهر القادم. هذه المسيرة لإفساح الطريق أمام مينوسما ونحن لم نعد نريدها لأننا لا نثق فيها، فلا نريد أن يوضع بلدنا تحت الفصل السابع لأن ذلك يعني وضعنا تحت الوصاية. كيف يمكننا أن نضع بلدا تحت الوصاية بينما يكون جيشه قادرا على استعادة وحدة أراضيه؟ اليوم جئنا لنقول وداعا لبعثة الأمم المتحدة لتحقيق السلام في مالي. نظهر للمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا إكواس أن هؤلاء الجنود اخترناهم للمرحلة الانتقالية. المدة ليست مشكلتنا، حتى كل ما نريده لهذا البلد أن يستقر. أتمنى أن يجد هذا البلد كرامته.